نورنا في جل جلال نور جل جلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي الله هو نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أقرأ إليك من حولي وقوتي من حولك وقوتك اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على لذلك فتقبلها مني لقربك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام لجاهه عندك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بقلبك ولسانك وأدل حجاب غفلتي عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجره شرفا على شرفه الذي أوليته وعز على عيده الذي أوليته ونورا على نوره الذي منه عرفته ورضاه يا رب العالمين
الحميد مع العافية الدائمة والمطر على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها بغير تبديل ولا تغيير وفي قيمة تكرته بفضلك.